هي مش هتعيش كده لوحدها، مش هتعيش فعلا لوحدها. الحب هيدق بابا مره تانية وحط اصلك قلتي هي الحب هيدق بابها وما جبتيش سيرته هو. والله انا شوفي ما قلتيش الحب هيدق بابهم. عمر قلت له انا مش محضره لانه هيدي يعني اكيد بدي اركز، بس انا بشوف انه يعني من عيونه بيموت عليها وبيحبها قوي ولهلا. شوفي ولهلا لكن وهي كمان ايوه، لكن قلتي الحب هيدق بابها هي. وانا مثل الناس بتتكلم يعني انا بقول ما فيش هالسبب الكبير. سبحان الله كده هي بعدين حتكتشف انه ما فيش هالسبب كبير. يعني انا ان شاء الله يرجعوا لبعض، واحساسي ممكن يرجعوا لبعض يا رب. طيب دي يا رب بقى المره دي بقى اللي تحصل بقى. يا رب ان شاء الله يكون الهامي صايب مليون بالمية، لانه ياسمين بلا احمد يعني، واحمد بلا ياسمين ده كل العالم العربي بس مش مصر بحبوهم، وسواء كانوا مفصلين او مع بعض نحن الاثنين بنحبهم وبنتمنى له النجاح وبنتمنى له السعاده، وان شاء الله بيرجعوا لبعض وبيكونوا يكفوا حياتهم كده الاثنين يعجزوا مع بعض يا رب.